بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا وإنا له لحافظون إنا